بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، النهاردة إن شاء الله هنتناول القاعدة الثانية معانا، وهي قاعدة زمن الماضي البسيط The Past Simple Tense. طبعا تناولنا في الحلقة السابقة زمن Present Simple Tense اللي هو زمن المضارع البسيط، وإن شاء الله النهاردة هنناقش مع بعض زمن الماضي البسيط، ولكن عايزين نركز فيه مع بعض. دايما البداية معانا للحديث الشريف. بشرى لأبو البنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثا من بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة. طبعا ده بشرى لمن كفل ثلاثا من بنات ورحمهن ورفق بهن. قلنا معانا زمن الماضي البسيط The Past Simple. لو جي نشوف الأمثلة معانا: I visited my aunt last week. I visited my aunt last week. طبعا كلمة last week يعني الأسبوع الماضي، يعني أنا بتكلم أو بعبر عن الفعل بتاعي في الماضي اللي هو الفعل visit. فلما جيت أعبر عن الماضي منه قلت I visited. The ancient Egyptians invented a way of writing. Invented يعني اخترع. طبعا الـ ancient Egyptians اللي هم قدماء المصريين، لما جيت اتكلم عن قدماء المصريين في الماضي قلنا invented، جاية من الـ verb invent يعني يخترع. When I was on holiday، لما كنت في الأجازة، I went to the sea every day. طبعا لما كنت في الأجازة كنت بروح البحر كل يوم. طبعا دي عادة في الماضي، أنا بتكلم عن اعتياد شيء في الماضي. لما كنت في الأجازة كان كل يوم بروح البحر، فطبعا دي past habit. past habit يعني عادة ماضية. He went home. It was very dark. He suddenly heard a strange noise. طبعا دي أحداث كلها في الماضي وترتيبها. He went home يعني ذهب على المنزل. It was very dark. كانت الجو مظلم جدا. He suddenly heard a strange noise. وفجأة سمع صوت غريب. If he knew the truth, he wouldn't believe it. لو هو knew عارف الحقيقة he wouldn't believe it، مش هيصدق. طبعا ده افتراض شيء أو improbable actions يعني أحداث غير محتمل، اللي هي قاعدة if الثانية. First he saw the film. أولا هو شاهد الفيلم. Then he had dinner. ثم تناول العشاء. And went to bed. وبعدين ذهب للفراش. طبعا دي كلها ترتيب أحداث in the past يعني في الماضي، فاستخدمنا الفعل في الباست. طبعا الفعل نفسه عندنا سو هو المصدر منه سي، عشان أعبر استخدمنا التصريف الثاني منه. Then he had dinner. طبعا had برضو past، والمصدر منه have أو has. and went to bed. طبعا الانفينيتيف went، الانفينيتيف من went اللي هو go، فطبعا استخدمنا الباست منه اللي هو when. معنى كده لو جينا نبص على مجموعة الاكزامبلز الأمثلة اللي قدامنا، هنكتشف إن الفعل اتعبرنا بيه بصيغتين. لإما نضفت للفيرب اي دي زي invented or visited، أو جبنا صيغة الفيرب ولكن irregular verb يعني الأفعال الشاذة زي went اللي هو الأصل من الفيرب go، الأصل منه go، زي مثلا had الأصل منه have or has. فطبعا ده بنسميه الباست سيمبل، ولكن عندنا أفعال regular بضيف لها ed، وأفعال irregular يعني أفعال شاذة زي ما احنا شايفينها قدامنا كده، زي went، زي had، زي saw، زي knew، كلها أفعال في الباست، ولكن الفورم الشكل مختلف، اللي هي بنسميها irregular يعني أفعال شاذة. عشان كده لو جينا نتعرف على الفورم من الزمن اللي قدامنا، الفورم اللي هو التكوين. تعالوا مع بعض نشوف الزمن ده بيتكون ازاي. طبعا لابد ان احنا نعرف الفورم التكوين، الزمن الفورم من الماضي. هنا يتكون الماضي البسيط اللي هو past simple من التصريف الثاني للفعل، يعني اي تصريف ثاني للفعل فهو ماضي بسيط. اي فعل التصريف الثاني منه ده صيغة الماضي البسيط بتاعه، يبقى الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل، وينقسم إلى أفعال. لأما أجيبه
أفعال منتظمة لإما أفعال غير منتظمة. يبقى الماضي البسيط التصريف الثاني للفعل، وينقسم إلى أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. إيه هي الأفعال المنتظمة؟ ده عبارة عن إيه؟ قال الريجولار فيربس، الأفعال المنتظمة عبارة عن الفيرب، وإن بضيف له إيه دي، او ان انا اضيف له دي فقط، او ان انا اضيف له اي دي. طيب ايه الفرق؟ قال لنا مجرد ما يقول لك الفعل ده منتظم يبقى اروح اضيف له مباشره دي. فور اكزامبل بلاي بلايد، ووك ووكد، كوك كوكد، كلين كليند. يبقى انا بضيف للفيرب دي. قال لك الفعل منتظم ضيف له دي. طب لو انا عندي الفعل ده منتظم بس في نهايته ايه؟ هضيف له دي فقط. لو الفعل منتظم وفي نهايته ايه بنضيف له دي فقط. فور اكزامبل يوز يوزد، ليف ليفد، لايك لايكد. فور اكزامبل زي الامثله اللي معانا. طب امتى بضيف للفيرب اي دي؟ قال لنا اذا كان الفعل منتهي بواي وقبلها حرف ساكن، تحذف الواي ونضيف اي دي. فور اكزامبل جراي كرايد، كاري كاريد. الفعل منتظم فيه واي وقبلها ساكن، بنشيل الواي وبنحط اي دي. دي بالنسبه للافعال المنتظمه. طب لو انا عندي الفعل برضو منتظم بس بضاعف الحرف الاخير، امتى؟ في الملاحظات عندنا تحت قال لنا اذا كان الفعل، الى الملحوظه الثانيه، اذا كان الفعل منتهي بحرف ساكن وقبله حرف متحرك في معظم الافعال بنضاعف الحرف الاخير. فور اكزامبل منتظم وفي ساكن وقبله متحرك، ستوب ستوبد. كلاب يعني صفق، كلابد، يبقى بضاعف الحرف الأخير. طيب إيه هي الأفعال غير المنتظمة؟ قالينا الأفعال غير المنتظمة دي تحفظ. الأفعال غير المنتظمة تحفظ. For example see, saw, eat, at, go, went, read, read. Have, has, had, do, does, did، وهكذا. وطبعا صيغة الأفعال المنتظمة عندنا تيبل كامل يقابلنا، أو ساعة ما نشوف الأفعال المنتظمة نحفظها، وطبعا دي بتقابلنا في خلال تدريس المنهج. يبقى احنا عندنا بالنسبة لتكوين الماضي البسيط الأفعال المنتظمة بضيف لها اي دي، الفعل منتظم اضيف له اي دي. طب لو هو منتظم وفي نهايته ايه اضيف له دي بس. طب لو منتظم في نهايته واي وقبلها حرف ساكن بتحذف الواي ونضيف اي دي. اما في حاله الافعال الشاذه او غير المنتظمه اللي هي الريجولار فيربس فهي تحفظ، وليس لها صيغه ثابته، عشان كده اتقابلنا في المنهج بنحفظ. قال لك الفعل ده شاذ الصيغه منه كذا، نحفظها مباشره. فورم اللي هو النفي من الماضي البسيط، ينفى الماضي البسيط بكلمة واحدة بس. احنا كنا بننفي المضارع البسيط بكلمتين don't و doesn't، ورجعنا خدنا كمان طريقة تانية اللي هي never، وقلنا لا تؤثر على شكل الفعل. ولكن النفي ينفى أو تنفى الجملة في زمن الماضي البسيط بكلمة didn't، توضع قبل الفعل ومع تحويل الفعل للمصدر. I didn't know him then. I didn't know him then. I didn't eat fish. For example, السنتنس أصلا I ate fish. I ate for past. طبعا أنا لما أجي أعمل لها negative form يعني نفي بقول didn't eat. Didn't eat. She didn't play tennis. She didn't play tennis. الفعل نفسه played، النيجاتيف منه she didn't play tennis. يبقى عندنا صيغة النفي في الماضي اللي هي didn't plus infinitive اللي هو مصدر الفعل. يبقى ينفى الماضي البسيط بكلمة didn't، ويأتي مع الفعل بدون أي إضافات اللي هو الفعل في المصدر، أو نرجع الفعل للمصدر أو للأصل منه مرة أخرى. ناخد بقى اليوساج اللي هو الاستخدام. يستخدم الماضي البسيط، للتعبير، أول حاجة للتعبير عن حدث انتهى في وقت معين في الماضي، أو يعبر الماضي البسيط عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. I visited my aunt last week، يعني أنا خلاص زرتها، انتهى الحدث بدأ وانتهى. The ancient Egyptians invented a way of writing، طبعا invented يعني اخترعها في الماضي، يبقى حدث انتهى في وقت معين في الماضي خلاص.
الحاجة التانية ودي مهمة جدا جدا وناخد بالها ناخد بالنا منها خصوصا لطلبة الثانوية العامة أو طلبة مرحلة الثانوية العامة، للتعبير عن موقف أو عادة في الماضي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معنى كده إن أنا ممكن في الاستخدام ده أدخل الكلمات الدالة على المضارع البسيط في الجملة دي، ولكن أنا بستخدم الماضي البسيط هنا. إزاي؟ when I was، لما يقول لي when I was، لما كنت بعمل كذا. when I was دي وجيل معايا sometimes always never usually every day، أي كلمة من كلمات المضارع البسيط دخلت على جملة when I was فالفعل بتاعها يبقى صيغته ماضي. ليه؟ لأن ده أصبح عادة في الماضي أنا كنت بمارسها. For example, when I was on holiday, I went to the sea every day. When I was on holiday, لما كنت في الأجازة, I went to the sea every day. ذهبت للبحر أو كنت بذهب للبحر كل يوم. فطبعا هنا كل يوم دي عادة متعود، كل يوم كنت بروح البحر وأنا في الأجازة. For example, when I was young, لما كنت صغير, I always played in the street. كنت دايما بلعب في الشارع. I always played in the street. أنا استخدمت كلمة always بتاع المضارع البسيط هنا. ليه؟ لأن أنا بشير وبشير إلى الماضي. عندي إشارة إلى عادة في الماضي. كنت وأنا في الماضي دايما بعمل كذا. كل يوم بعمل كذا. أحيانا ما كنت بعمل كذا. يبقى كلمات المضارع البسيط بتدخل على جملة الماضي البسيط في حالة وجود جملة when I was. طب لو أنا حذفت جملة when I was on holiday دي وجيت أقرأ الجملة كده، لو أنا حذفنا السنتنس المقطع الأولاني، بدل ما أقول when I was on holiday I went to the sea every day، لا انا اقول I go to the sea every day. ليه؟ لان مش عندي when I was. يبقى when I was هنا لما دخلت على جملة every day التانية خلتها الفعل went وليس go. رقم ثلاثة معانا لحكاية قصة في الماضي او لسرد قصة في الماضي. He went home. هو قاعد يحكي لنا بقى عمل كذا وراح كذا. اوكي، كلها just story in the past، يعني قصة في الباست الماضي. He went home. It was very dark. He suddenly heard a strange noise. يعني ذهب البيت. It was dark. كانت مظلمة جدا. He suddenly فجأة heard a strange noise. فجأة سمع صوت غريب. الحاجة الرابعة ودي مهمة جدا معانا، في حالة if الثانية أو الحالة الشرطية الثانية من حالات if. معروف إن عندنا الحالة الثانية من if مضارع، الحالة الثانية ماضي. ماضي بسيط بيقابلها would والمصدر. ماضي بسيط بيقابلها would والمصدر. يبقى حالة if التانية انا شفت الفعل اللي بعد if في الماضي، يبقى انا هجيب في الجملة التانية would والمصدر. طب لو انا شفت would والمصدر في جملة جواب الشرط اللي هي التانية، يبقى مفروض ان جملة if هتبقى زمانها ماضي بسيط. يبقى لو جينا نبص على السنتنس اللي معانا، if he knew the truth he wouldn't believe it. لو هو أدرك الحقيقة مش هيصدق. طبعا دي حالة إف التانية. الحاجة الخامسة معانا والاستخدام الخامس، أحداث متتالية. يعني أحداث متتالية يعني واحد قاعد يحكي لنا بقى عمل، أولا عملت كذا ثم رحت عملت كذا. أوكي، كلها سرد أحداث. First he saw the film, then he had a dinner and went to bed. وبعد كده ذهب للفراش. يبقى احنا عندنا استخدامات الماضي البسيط، حدث انتهى في وقت معين او حدث بدأ وانتهى في الماضي، موقف او عادة في الماضي وناخد بالنا منها كويس جدا، حكاية قصة في الماضي لو انا بحكي قصة معينة، حالة اف التانية، واحداث مثل. وناخد بالنا بقى من الجزئية الجاية دي مهمة جدا جدا جدا، وهي حاجة بنسميها كده في الزمن الماضي البسيط unreal past. تعالوا معانا، يستخدم الماضي الغير حقيقي. يعني ايه unreal past؟ يعني ايه المفهوم unreal past؟ يعني ماضي غير، يعني انا بتوقع حاجة بس اصلا ملهاش وجود. يستخدم الماضي البسيط بعد بعض التعبيرات، ولكنه لا يشير الى زمن الماضي، ولكنه الى المضارع، ويسمى ماضي غير حقيقي. يعني الكلام ده برضو، يعني انا بتكلم في المضارع بس انا بعبر بالماضي. يعني ايه برضو؟ يعني انا بعبر بصيغة الماضي البسيط في المضارع. التعبيرات اللي ممكن تخلينا عبر في المضارع بالماضي دي تعبيرات وتحفظ. ودي اول حاجة اتكلمنا عنها، وهي حالة اف التانية. بعد قاعدة اف الحالة التانية للتعبير عن شيء غير محتمل حدوثه في الوقت الحاضر. انا بتكلم عن المضارع بس بفترض الحاجة past.
He isn't rich. هو مش غني. أنا عارف إنه هو مش غني. So he can't buy a car. عشان كده هو ما يعرفش يشتري سيارة. طيب إلا unreal past هنا. أنا بقول لك لو هو بقى، أنا بفترض العكس. If he were rich, he would buy a car. If he were rich, لو هو غني he would buy a car. كان اشترى السيارة. هو اشترى السيارة طبعا لا. هو غني طبعا لا. يبقى انا بفترض حاجة غير موجودة. Unreal past يعني ماضي غير حقيقي. منى doesn't get up early so she can't catch the bus. منى ما استيقظتش مبكرا لذلك ما اوفتها الباص. طب ما هي لو كانت استيقظت كانت لحقت الباص. دي اللي انا عايزة اعبره بقاعدة اف التانية، بفترض عكس الايه المضارع او الوقت الحاضر بتاعه. if منى got up early she would catch the bus. لو هي كانت استيقظت كانت لحقت. يبقى انا بتكلم عن المضارع بس عبرت من الماضي اللي هو ايه افتراض شيء غير موجود. الحاجة التانية معانا وهي قاعدة rather. I'd rather. I'd rather لو جه وراها sentence يعني فاعل وفعل بنجيب وراها الفعل في الباست. I'd rather you put this car. This cat it's very modern. This car sorry. I'd rather you didn't use mobile phones during the lessons. I'd rather لوحدها من غير ما يكون وراها sentence بنجيب معاها الانفينيتيف معناها انا افضل. I'd rather play tennis. I'd rather watch the film. I'd rather visit the museum. For example, I'd rather من غير ما يكون وراها sentence بنجيب وراها الانفينيتيف مصدر الفعل. ولكن لو جه وراها sentence يعني جه وراها جملة و now في البريزنت منها المضارع منها بنجيب وراها الفيرب في الباست. I'd rather you didn't come late. مفضل ان انت ما تجيش متأخر. I'd rather you didn't. You didn't دي sentence جملة. يبقى عندنا I'd rather لوحدها بتجيب معاها الانفينيتيف، ولكن لو جه وراها sentence بتبقى صيغتها في الباست. برضو عندنا قاعدة wish و if only. wish و if only. I wish و if only عشان أعبر عن ال present منها بنعبر بالpast. يبقى I wish و if only مضارعها ماضي وماضيها ماضي تام. ودي إن شاء الله قاعدة عندكم في ثانوية عامة. تاني قاعدة I wish و if only مضارعها مضارع بتاعها ماضي والماضي منها نفسه ماضي تام. الكلام ده The weather is hot today. الجو النهاردة طقس. I wish أنا أتمنى إن هو ما يبقاش كان طقس إن اليوم حر. I wish the weather weren't hot today. خدوا بالكم إن I wish وقاعدة if الاتنين دول فقط في اللغة الإنجليزية اللي الضمير أو الفعل وير بيجي معاهم مع جميع الضمائر. بس قاعدة من ومين؟ قاعدة if الحالة التانية وقاعدة I wish. قاعدة if الحالة التانية وقاعدة I wish فقط. أما أي قاعدة تانية ما ينفعش إن الضمير وير يجي مع أي مع كل أو الفعل وير يجي مع جميع الضمائر. The weather is hot today. I wish the weather weren't hot today. I wish the weather weren't hot today. يبقى أنا بفترض حاجة. أنا بقول الطقس مش حر أو سوري الطقس حر النهاردة. أنا بفترض دي. كنت أتمنى إن ما يكونش حر النهاردة. يبقى أنا هنا unreal past في present المضارع. طب لو أنا دخل على جملة I wish yesterday بدل today. yesterday بدل today يبقى انا هستخدم ال past perfect. ال past perfect. I wish the weather او I wish the weather hadn't been hot yesterday. كنت اتمنى ان الطقس كان بالامس ما يكونش حر. يبقى مضارعها ماضي وماضيها ماضي تام. انا بتكلم النهارده عن المضارع اللي هو الماضي البسيط معايا هو وجود كلمه today اللي هو اليوم. فعشان بقول today اليوم استخدمت الماضي البسيط. يبقى دايما دايما كلمه wish دي ما يجيش وراها فعل مضارع ابدا. دايما wish دي ما يجيش وراها مضارع. دايما ماضي دايما ماضي. ليه؟ لان المضارع بتاعها نفسه ماضي. مضارعها نفسه ماضي وماضيها بيجي صيغه الماضي التام. برضو معانا it's high time زيها بالظبط زي I'd rather زي I wish بيجي وراها الفعل ماضي. بيجي لو وراها sentence فالsentence بيبقى ماضي في المضارع.
You should stop smoking. If or rather it's high time. If I were you, I'd stop smoking. It's high time you stop the smoking. I'd rather you stop the smoking. زيهم زي بعض. يبقى it's high time و I'd rather و I wish. لو جي وراهم sentence بيبقى صيغتها في الباست. برضو معانا الاكس الفيرب سبوز يعني يفترض. سبوز يعني يفترض. الفعل سبوز زيهم بالظبط، لو جه وراها سنتنس فالفعل بتاعها بيبقى ماضي، وفي المضارع مضارعها برضو ماضي، مضارعها ماضي، يعني بعبر عن المضارع بالفعل في الماضي. سبوز يو كود سولف ذيس بروبلم ناو، افترض ان انت حليت المشكله الان. سبوز يو جوت ذير ليت، وات وود يو دو؟ What would you do؟ طبعا في الباست برضو. يبقى احنا عندنا تعبيرات اللي بنسميها unreal past، يعني ماضي غير حقيقي، يعني انا بتكلم عن المضارع وبستخدم الماضي. ايه هي التعبيرات؟ ايه في الحالة التانية؟ I'd rather، I wish، it's a high time، suppose. معنا قاعدة use to ونركز فيها كويس، وعندنا ثلاث اشكال ليused to. طبعا used to بيجي معاه الانفينيتيف، اعتاد عمل شيء في الماضي والاقلاع عنه في الحاضر. I used to play tennis but now I play football. كنت متعود العب تنس في الباست الماضي but now، ولكن الان I play. يبقى عندنا used to اعتاد عمل شيء في الماضي و الاقلاع عنه في الحاضر. لو جينا نبص الفعل بتاعي عاقل، I used to جت مباشرة وراء الانفينيتيف مصدر الفعل. بتنفى used to ب didn't used to. He didn't used to smoke، مش متعود يدخن، but now he smoke، but now he smokes أو he does. يبقى هنا طبعا لم يعتاد، فطبعا النفي منها didn't used to. طب عشان نكون عليها سؤال بنقول did والسبجكت used to plus infinitive. Did she used to cry a lot when she was a baby؟ هل كانت متعودة تقعد تبكي وهي طفلة؟ فطبعا هنا الكويستشن أو السؤال من، يبقى used to plus infinitive والفعل عاقل، بنجيب used to plus infinitive اعتاد عمل شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر. تنفى ب didn't used to. نكون السؤال بديت with subject we used to plus infinitive اللي هو for example cry. طيب في عندنا حاجة اسمها am is are used to plus verb plus ing، ودي مش معناها اعتاد، دي معناها مألوف لدي. يبقى انا عندي لو الفاعل عاقل، لو الفاعل عاقل وجا وراها am is are used to بجيب الفيرب بلس ing، ودي معناها مألوف لدي. اما الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عنها فالفاعل عاقل ويوزد تو انفينيتيف اعتاد am. He is used to having a cup of coffee every morning. هو متعود او مألوف او معتاد على انه ياخد فنجان من القهوه كل يوم في الصباح. معناها الميننج، المعنى هي usually has a cup of coffee every morning، يعني عادة ما بيتناول فنجان القهوة كل صباح. He is used to borrowing money from others، متعود يستعير أو يستلف فلوس من الآخرين. مألوف لدي، دايما always in the past in the present in the future in time. يبقى familiar for him، يعني حاجة متعود عليه. يبقى لما يكون الفعل عاقل used to infinitive، لو الفعل عاقل وجه am is are used to بالverb plus ing ومعناه مألوف لدي أو معتاد عليه. في برضو من am is are used to plus verb plus in، ده السؤال منها. is she used to living on her own؟ خلي بالنا من ان كلمة لو دخل على الجملة كلمة no longer or any longer، no longer او any longer، فالفعل بيكون في صيغة البريزنت المضارع وليس الماضي، لان no longer معناه لم يعد، يعني ما خلاص ما عادش بيعمل الشيء ده. he used to stay up late، يعني كان متعود أو معتاد أو اعتاد على السهر لوقت متأخر. معناه he no longer stays up late، خلاص لم يعد يسهر، خلاص ما عادش بيعمل شيء ده. يبقى كان في الباست في الماضي، ومعناه في البريزنت خلاص ما عادش بي أو أقلع عن هذا الشيء. يبقى تستخدم no longer بدلا من used to ويأتي بعدها الفعل في المضارع، وزيها any longer أو any more. تستخدم no longer أو any longer أو any more بدلا من used to مع الفعل في المضارع، ولكن no longer أصلا no بتديني معنى النفي، ولكن any longer أو any more الفعل بيكون منفي في المضارع وتأتي في نهاية الجملة. He used to live here، معناه he did it or he doesn't live here anymore. He is used to the cold weather.
He's used to the cold weather. يعني هو متعود على ال cold weather، الطقس البارد. لاحظ في الجملة السابقة أنه يمكن استخدام اسم أو ضمير بعد used to. أنا ما قلتش بقى he is used to كذا، لا ده نقول he is used to، يعني معتاد أو متعود على ال cold weather. ناخد بالنا من السنتنس دي كويس جدا، يعني معتاد على. في برضو عندنا حاجة اسمها used to، بس عندنا الفعل غير عاقل، ودي مش معناها لا اعتادة ولا معتاد، ولكنها معناها تستخدم فيه، ودي طبعا تعتبر صيغة مبني للمجهول لأشياء غير عاقل. Water is used to generate electricity. Water is used to generate electricity. يعني المية بتستخدم في توليد الكهرباء. Water is used for generating electricity. ممكن أقول is used to infinitive أو is used for the verb plus ing. يبقى لما يكون الفاعل غير عاقل is used to infinitive أو is used for ومعناه بتستخدم فيه. Keywords تدل على الزمن دي مع بعض. After me, yesterday, last week أو last month, in the past يعني في الماضي, ago منذ, one day إذا تمر, once upon a time يعني كان يا مكان أو في يوم من الأيام, the other day from time in زائد سنة في الماضي, in زائد سنة ماضية دي ماضي بسيط, the last time آخر مرة, first يعني أنا بسرد وبحكي قصة, first و last, earlier this morning يعني في مبكرا هذا الصباح. يبقى again repeat after me, yesterday, last week or last month or last year, in the past, ago, one day, once upon a time, the other day, from time, in the past, the last time, first, last, earlier, this morning. بالنسبة لتكوين السؤال عندنا نوعين من تكوين الأسئلة، لأما كون بال yes no questions لأما كون بال W. ناخد ال yes no. لما كنا بنتكلم عن ال present simple كنا بنقول do و does. النهاردة نستخدم did الماضي البسيط، لما يكون عندي الفعل في الماضي بنكون ب did وبعدين الفعل وال infinitive. For example, yes I watched TV last night. هنروح حاسفين طبعا yes ونبص I watched الفعل في الماضي، نروح حاطين did وكاتبين الجملة بالترتيب. يبقى نحذف yes وبعدين نبص نتلاقي الفعل الماضي نحط did ونكتب الجملة. did وI بتتحول ليو والفعل watched هتبقى watched لأن did ما بتجيبش معاه دايما الانفينيتيف. Did you watch TV last night? No, that boy didn't play in the street. No بتشيل معاه نوت. No بتشيل معاه نوت. وبدل عندي فعلين did و play نعمل مقص مع الفعل. Did the boy play in the street? Did the boy play in the street? يبقى احنا عندنا السؤال في الماضي بنكونه ب did. يبقى في ال yes no بنحذف yes أو no وبعدين نبص الفعل نحط did ونكمل الجملة نكتبها زي ما هي مكتوبة. بالنسبة لنو بتشيل معاها نوت، نو بتحذف نوت، بروح حاسفين نو ونوت تفضل لي the boy did play in the street، نعمل مقص مع did و the boy، لأن بدل عندي جملة فيها فعلين بنعمل مقص مع الفاعل والفعل الإيه؟ المساعد. على ال WH بالنسبة للسؤال، لو أنا بسأل عن الفعل ودي وتناولناها في المضارع البسيط بسهولة جدا، لو أنا بسأل عن الفاعل بنروح حاسفين الفاعل وحاطين أداة الاستفهام المناسبة وبعدين ننقل الجملة زي ما هي. يعني لو أنا بسأل عن فعل عاقل هنحطه، لو أنا بسأل عن غير عاقل بحط وات، لو بسأل عن for example لو بسأل عن عدد بنحط how many، لو بسأل عن صفة بنحط which. For example the doctor examined the patients. Who examined the patients. حذفت ذا دكتور وحطيت هو. The dog chased the cat last night. الكلب كان بيطارد القطة ليلة أمس. حذفنا ذا دوج وقلنا what chased the cat last night. 11 pupils failed in the exam. 11 pupils. 11 طالب رسبوا في الامتحان. عندي الفعل بتاعي عدد، يبقى نحذف العدد ونحط how many. How many pupils failed in the exam. يبقى بالنسبة لو أنا بسأل عن الفعل بناخده، لو الفعل عاقل هو، لو الفعل غير عاقل what، لو الفعل صفة بنحط which، عدد how many، وبعدين بنروح مكملين الجملة زي ما هي مع حذف الفاعل اللي أنا بسأل عنه.
بسأل عن المفعول. المفعول بنحط آلات الاستفهام الأول، بنسأل بقى عن المفعول، وبعدين وراها ديت، وبعدين الفاعل والإنفينيتيف، ونكمل الجملة مع حذف الحاجة اللي آلات الاستفهام بتسأل عنها. I got up late at 6 or I got up at 6 o'clock. I got up at 6 o'clock. أنا عايز أسأل عن 6 o'clock، بنسأل عنها ب what time، بنسأل عن 6 o'clock ب what time. يبقى أنا هروح حاطة what time. حطينا what time عند الفعل في الماضي، حطينا did. تعال نكتب الجملة بالترتيب بقى. What time did you get up؟ وحذفنا at 6 o'clock لأن اللي حطيت مكانها what time، ده المفعول بتاعي. We went to Paris with my parents. My parents ده اللي هو المفعول. لو أنا حذفت أحط مكانه مين؟ أحطه لأنه عاقل. هنحذف my parents ونحطه. الفعل في الماضي حطينا did. تعال نكتب الجملة بالترتيب بقى. Who did you go to Paris with؟ مين اللي أنت ذهبت معاهم لباريس؟ قال لك with my parents. The boy played at the club. At the club ده مكان، ده المفعول بتاعي. تعال نحذفه، هنحط مكانه ول لأنه مكان. طيب الفعل في الماضي هنحط did، وبعدين نكتب الجملة بالترتيب. Where did the boy play؟ ناخد بقى السؤال اللي هو لو أنا بسأل عن فعل الجملة. طبعا احنا قلنا بنسأل عن الفعل بوات، ونستبدل الفعل الرئيسي للجملة بدو. أي فعل نسأل عنه بوات، والفاعل والفعل المساعد did، وتحل محل الفعل بحيث تكون do في نفس زمن الجملة. My sister watched TV last night. أنا عايز أسأل عن watch TV. هنروح حاسفين watch TV ونحط what. الفعل في البسط اللي هو watched حط did. تعال نكتب بقى الجملة كده. What did your sister do last night؟ يبقى يستبدل فعل what بdo. يستبدل فعل what بايه؟ بdo. لو فعل what رئيسي نستبدله بdo في حالة السؤال عنه. What did your sister do last night؟ For example another sentence. My brother played chess. My brother played chess. What did your brother do? What did your brother do? ناخد آخر حاجة معانا، وهي بنتكلم عن الباسيف. معروف إن الباسيف فورم اللي هو صيغة المبني للمجهول. المبني للمجهول دايما بنجيب الأوبجكت المفعول في الأول، وبعدين وراه was أو where، وبعدين البي بي تصريف الثالث، وباي والفعل. تاني المفعول غير عاقل، المفعول بتاع الجملة، والماضي بدل انا عندي بجيب verb to be في الماضي. الماضي من verb to be اللي هو was او were، دايما اساسي المبني للمجهول، ركنين اساسيين verb to be والتصريف الثالث لاي زمن من الازمنة. المفعول وverb to be والتصريف الثالث. عشان كده انا جبت المفعول، بنحط المفعول في الاول، وراه was او were في الماضي. طبعا was للمفرد وwere للجمع، وبعدين البيبي. For example, she cleaned the flat yesterday. عايزة أعملها باسيف. The flat was cleaned yesterday by her. The flat was cleaned yesterday by her. The farmer watered the plants last week. الفلاح رولر. قال لك دخل عليها وير أو دخل عليها watered. The plants were watered once last week by the farmer. Samira didn't watch TV in the morning. TV wasn't watched by Samira in the morning. يبقى هنا عشان هنفي، يبقى النفي didn't plus infinitive هتبقى wasn't أو weren't plus الBB. Wasn't أو weren't plus الBB. بنجيب الأوبجكت wasn't أو weren't والBB. Did she or did Hella iron her clothes daily؟ طبعا هنا عندي هنا did ده ماضي. أنا بجيب معاه was aware، وبعدين الأوبجكت والبي بي، ونكمل الجملة. Were Hella's clothes ironed by her؟ Did he use a computer in his work؟ Was a computer used in his work؟ يبقى عندنا صيغة الباسيف، بنستبدل didn't ب wasn't أو weren't، بنستبدل did ب was أو were. يبقى لا وجود لكلمة didn't أو did في الباسيف في المبني للمجهول، ولكن بيحل محلها was أو were أو wasn't or weren't. تعال نطبق اللي احنا خدناه النهارده كده مع مجموعة من الاكزامبلز، ونشوف احنا فهمنا واستوعبنا ولا لا. Check your. طبعا لو جينا نعمل practice
When I was seven, لما كان عندي 7 سنين, I wrote, ولا was writing, ولا was writing, ولا had written poem which won a prize. طبعا when I was seven لما كنت, طبعا قلنا when I was الفعل يعني كان بعمل حاجة في الماضي, I wrote. Number two, where did you, did قلنا بتجيب معاه الايه, الانفينيتيف. ديت بتاع ماضي بس ما تجيش هي والماضي مع بعض في جملة واحدة, ديت تدخل تجيب معاها المصدر على طول. يبقى where did you used to play when you were young. When I was young I lived طبعا زي الجملة الأولانية, when I was young I lived by the sea, كنت بعيش بجوار البحر. How long ago, ago من علامات الماضي, يبقى ايه, يبقى did your uncle begin. A famous writer spent this book a year ago, برضو ago في الماضي, يبقى ايه, write, wrote, يبقى الماضي منها wrote. In 2010, يعني في 2010, my parents, طبعا في الباص, my parents lived, يبقى ان وسنة ماضية, ماضي بسيط على طول. I spaced to the museum in 2015, برضو سنة ماضية, I went. I once used to read, ولا was reading, ولا had read, ولا have read the newspaper every day, now I don't have the time. طبعا now يبقى في present, وهي كانت بتشير إلى عادة في الماضي, يبقى I used to read. Number 9, are is did, does, you used to play with dolls, did you used to, طبعا قلنا السؤال بي used to بنقول did. I have seen, saw, would see, was seen him a few days ago, ago يبقى الفعل في الماضي, ساعة ما نشوف ago ماضي على طول, يبقى I saw. Our block of flats, our block of flats طبعا دي مبنية للمجهول, مفروض اقول ايه بقى, was our block, العمارة اللي من الشقق. Our block of flat was built 5 years ago, بنيت منذ 5 أعوام, فطبعا دي باسيف يبقى was built. A few years ago, a few years ago my parents are lived, were lived, have lived, lived in a small flat in the city center, طبعا ago يبقى الفعل ماضي lived. اخي اخر حاجة معانا, واحنا كلنا هنعمل تشيك يور سيلف, يعني هنعمل تشيك لنفسنا, نشوف احنا كده بقى كل واحد يحل الاسئلة دي ويعمل لي الانسرز او الاجابات في الكومنتس اسفل الفيديو. He didn't use, طبعا to need يبقى infinitive, use, using, uses, used. Number 2, at the age of 7, at the age of 7 my parents, me to Jordan, are taking, were taking, took, tick. When I was young, I used to, used, use nothing, went swimming every day. خدنا من sentence number 3. I was starting, have started, am starting, started this school in 2016. I was, we told, are told, are telling, was told, were told to give in our homework on Thursday. He didn't use to, he isn't used to, he used, he uses need.